بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا بنعمه ربنا النهارده نستكمل دراستنا في رساله معلمنا بولس الرسول الاولى الى تلميذه تيموثاوس. قبل النهضه كنا خدنا الاصحاح الثالث، والنهارده ان شاء الله ناخد الاصحاح الرابع. اصحاح صغير لكن دسم جدا، ربنا يدينا نعمه كده ونشبع منه. بيقول: ولكن الروح يقول صريحا إنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان، تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين، في رياء أقوال كاذبة موسومة ضمائرهم، مانعين عن الزواج وآمرين أن يمتنع عن أطعمة قد خلقها الله لتتناول بالشكر من المؤمنين وعارف الحق، لأن كل خليقة الله جيدة ولا يرفض شيء إذا أخذ مع الشكر، لأنه يقدس بكلمة الله والصلاة. إن فكرت الإخوة بهذا تكون خادما صالحا ليسوع المسيح، متربيا بكلام الإيمان والتعليم الحسن الذي تتبعته. وأما الخرافات الدنيسة العجائزية فارفضها، وروض نفسك للتقوى، لأن الرياضة الجسدية نافعة للقليل، ولكن التقوى نافعة لكل شيء، إذ لها موعد الحياة الحاضرة والعتيدة. صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول، لأننا لهذا نتعب ونعير، لأننا قد ألقينا رجاءنا على الله الحي الذي هو مخلص جميع الناس ولا سيما المؤمنين. أوصي بهذا وعلم، لا يستهن أحد بحداثتك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام، في التصرف، في المحبة، في الروح، في الإيمان، في الطهارة. إلى أن أجيء أعطف على القراءة والوعظ والتعليم. لا تهمل الموهبة التي فيك المعطاة لك بالنبوة مع وضع أيدي المشيخة. اهتم بهذا، كن فيه لكي يكون تقدمك ظاهرا في كل شيء. لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، لأنك إذا فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا، آمين. أول حاجة بتلفت نظرنا، بيقول لكن الروح يقول صريحا أنه في الأزمنة الأخيرة. يعني إيه الأزمنة الأخيرة؟ ده معلمنا بولس الرسول بيتكلم على تقريبا أوضاع موجودة عندهم. سمعنا بيقول عليها الأزمنة الأخيرة، وجه بعديها أكتر من 1900 سنة دلوقتي. اصطلاح الأزمنة الأخيرة دايما بيجي في العهد الجديد بمعنى ما بعد المسيح، لأن السيد المسيح جاء في ملء الزمان وتمم الخلاص وتمم رسالة الفداء وتجديد البشرية. فما بعد السيد المسيح كله ممكن يقال عنه الأزمنة الأخيرة. فسواء في عهد معلمنا بولس الرسول وفي عهد تيموثاوس أو لحد النهاردة هي أيضا الأزمنة الأخيرة، لأن بعد كده ليس زمان، بعد كده في أبدية، فهي دي الأزمنة الأخيرة. بيقول يرتد قوم عن الإيمان، تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين. واضح هنا أنه التعاليم الغريبة بيعرفها معلمنا بولس الرسول أن هي ارتداد عن الإيمان. مش لازم الارتداد عن الإيمان يكون إنكار للمسيح، لكن ممكن يكون أخطاء داخل العقيدة. بيقول عليها أرواحا مضلة، أرواحا مضلة وتعاليم شياطين. سواء كانت إنكار للسيد المسيح أنه أتى في الجسد، إنكار لناسوته، أو كانت إنكار أن السيد المسيح واحد مع الآب في نفس الجوهر، أي إنكار للاهوته، أو كانت تعاليم
غريبة عن التعليم الأرثوذكسي السليم المستقيم. يعني مثلا ناس عايشة في جو الانفعالات، تعتبر ان الانفعالات دي والصخب والهيصة هو ده التجديد، وهي دي الحيوية الروحية. دي تعليم غريبة، كلها صخب وكلها انفعالات، ما تقدمش الانسان لقدام ابدا. او الناس اللي بتقول ان وتركز جدا 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 على نقطة البداية وكأنها هي نقطة النهاية، دي تعليم غريبة. ما عندناش حاجة اسمها نقطة في الحياة الروحية نكتفي بها، عندنا مسيرة، والمسيرة دي بدأناها مع المسيح لكن لسه ما خلصناش، ومش هننتهي منها غير في حضن المسيح في الأبدية. طول ما احنا في الجسد، طول ما احنا لازم نبقى متيقظين وحذرين ومثابرين وعايشين التوبة، لأن احنا لسه ما وصلناش، احنا بدأنا لكن لم نصل بعد، لم نخلص بعد، احنا ماشيين في طريق الخلاص. اي تعليم غير كده يقول لك مبروك عليك وخلصنا، ده تعليم غريب، دي ارواحا مضلة. زي ما بنشوف ده لو في منافسة في رياضة من الرياضات وفريقين قصاد بعض او شخصين قصاد بعض، وحد منهم يعني حس انه خلاص ضمن الفوز، ولو حس كده يتراخى، ولو تراخى يضيع منه الفوز ويتهزم. فيش حاجة اسمها احنا خلصنا. لعيبة الكورة بيقولوا لهم العب على اخر صفارة في يعملها الحكم، ما دام الحكم لسه ما صفرش اجتهد وابذل كل طاقتك واعمل كل جهدك، لسه ما خلصناش. اي حد يقولك خلاص مبروك عليك، مبروك ايه؟ مبروك، دي بداية الانهيار. لسه محدش يقول لي مبروك دلوقتي. مبروك ان انا اعرف المسيح، دي بركة كبيرة. مبروك ان انا ماشي في طريقه، دي بركة كبيرة، لكن لسه ما خلصتش. ايضا من ضمن التعليم الغريبة الناس اللي هي عايزة تربط اي حد بربنا دون ام تولده لربنا، اللي هي الكنيسة. كنيسة ام بتولد من بطنها المعمودية نفوس لربنا عشان يتسموا باسمه ويدعى اسمه عليهم. اي حد يحاول يوهم الناس انه ممكن يدخل في شركة مع الله دون الكنيسة ودون ان يولد ميلادا جديدا من الماء والروح من بطن الكنيسة، دي التعليم غريبة وارواح مضلة. انه يعني بيعلقوا الناس كده في الهوى. ازاي واحد ينتمي لأب دون أن تلده أمه له لهذا الأب؟ يبقى انتماء ده انتماء كده مش حقيقي، انتماء مشكوك فيه، لأنه يعني مش يعني ما تولدش من الأم لهذا الأب. أيضا من ضمن التعليم الغريبة والأرواح المضلة إن الإنسان لا يحترم المواهب والتنوع اللي موجود في الكنيسة، يبقى ذهنه مقفول بستايل معين أو بقالب معين أو بأسلوب معين، في حين إن الكنيسة فيها تنوع لازم يحترم. الودن بتخدم مع العين، مع اللسان، مع الإيد، مع الرجل. لو حد قال لا هي العين وبس وما احترمش بقية المواهب اللي في الجسد، لعل الجسد كله عينا. معلمنا بولس الرسول قال كده، قال هو الجسد ده كله عضو واحد، كلنا أعضاء بعضنا لبعض، لازم نحترم هذا التنوع. وأي استهزاء أو استهانة بالأعضاء الأخرى أو بالمواهب الأخرى علشان الموهبة دي مش عندي أنا، أنا بحتقر المواهب الأخرى، ده تعليم غريب ومضل، ويعمل نوع من الاضطراب داخل الجسد، ويعمل تشويش داخل الكنيسة.
فمهم قوي من ضمن التعليم الأرثوذكسي تكامل المواهب، تكامل الطاقات، نبني مع بعض، نتعاون مع بعض، على الرغم من ان احنا في تنوع لكن في تكامل، وكلنا بنشتغل للبنيان، الايد والعين والرجل، كل عضو في الكنيسة، الكاهن والشماس والخادم والخادمة والكبير والصغير، واللي عنده موهبة في الكلمة، واللي عنده موهبة في الحركة، واللي عنده موهبة في الفكر، واللي عنده موهبة فنية، كله بيشتغل مع بعض، ومحدش بيحتقر الآخر، محدش بيقول أنا أحسن من الآخر، كلنا بنشتغل مع بعض وبنبني في الجسد. لازم نؤمن بتعدد المواهب ونؤمن ان احنا كلنا مترابطين مع بعض. ايضا من ضمن التعاليم الغريبه ان احنا نتقفل وما نشهدش للمسيح في العالم. في ناس كده يقول لك احنا نقفل على نفسنا، احنا خلينا كويسين والعالم ده كله شرير، بس احنا لينا رساله في العالم، لينا رساله، امال العالم ده هينور ازاي لو شلنا منه النور؟ ده ربنا حاططنا عشان نكون ملح نطعم العالم، وحطتنا عشان نكون نور، ولازم نحتك بيه، لازم نتفاعل معاه، اصل العالم وحش ما بيقدم لناش غير الشر. طب واحنا مستنين منه ايه؟ مش مستنين منه حاجه، ما عندوش حاجه حلوه يقدمها، احنا اللي عندنا، واحنا اللي مطلوب مننا نقدم. لازم نكون فاهمين رسالتنا ان احنا مطلوب مننا نزرع الحب ونزرع السلام ونزرع عمل الرحمه في العالم، مش عشان هو وحش، ما ربنا حبنا واحنا وحشين، واحنا رسالتنا ايضا نقدم الحب للعالم. وهكذا في تعاليم غريبه، مثلا بيحكيها لنا معلمنا بولس الرسول في الرساله دلوقتي هنشوفها، عن الزواج وعن الطعام. في ناس بتقول لا ده احنا بقينا سمين واحتياجات الجسد دي ملهاش لازمه، ويبقاش فيه زواج، ويبقاش فيه علاقات انسانيه، ازاي بقى؟ دي تعليم غريبه. او في اطعمه دنسه، دي تعليم غريبه، لما نجيلها دلوقتي هتكلم فيها بتركيز اكتر، لكن اكمل بس. بيقول ارواح المضله وتعاليم شياطين، اعتبرها انها فكر ليس من الله، فكر من الشيطان، في رياء اقوال كاذبه. رياء يعني هنا فيها مظهر جميل لكن هي في الحقيقة أكاذيب، وأقوال كلها كذب وشر. في المظهر ممكن تكون فيها بلاغة، في المظهر ممكن يكون فيها كلام جذاب وكلام معسول، لكن في الحقيقة هي كذب وشر. موسومة ضمائرهم، الوسم بتبقى علامة، يعني مثلا يقول لك ده عنده وسم، وسم يعني علامة معينة في الجلد مثلا. المقصود بموسومة ضمائرهم، انتوا عارفين لو بعيد عننا واحد اتلسع بمكوى، الجلد بيحصل فيه نوع من الحرق والطبقة الخارجية بتموت، ولون الجلد وشكله بيختلف عن الجلد الطبيعي، فده بيعمل الوسم. فموسومة ضمائرهم يعني زي ما تكون ضمائرهم مكوية بالنار، والحاجة اللي تكوي بالنار بتموت، يعني ضمائرهم ميتة. وضحت؟ موسومة ضمائرهم يعني ضمائرهم دي مكوية بالنار كده، يعني ميتة مش بتحس. هما لو بيحسوا وبيطلبوا ان ربنا يشرق ليهم بالحقيقة ما يمشوش ورا تعليم الشياطين، لكن ضمائرهم ميتة وإحساسهم متبلد. واللي بيسبب كده طبعا الكبرياء والخطية، خطية بوجه عام، والدنس بيخلي الضمير يثقل ويضعف يضعف يضعف لحد لما يبقى كأنه ميت، ما بيدينيش أي إحساس مع الخطأ اللي أنا بقوله أو الخطأ اللي أنا برتكبه، مع أن ده مش الطبيعي، بس الضمير بقى موسوم. فموسوم يعني زي حاجة زي ما قلنا اتكوت بالنار فماتت، والشعيرات الإحساس اللي فيها ماتت اتحرقت، ما بقاش فيه
طبيعي عندنا شعيرات احساس موجوده، الحاجه اللي بتتكوي او يعني اي حرق يقول لك الحته دي انا مش بحس بيها، ان الشعيرات العصبيه اللي كانت موجوده فيها خلاص راح ما بقتش موجوده، ما بقتش بتوصل الاحساس. فيقول كده عليهم: في رياء اقوال كاذبه موسومه ضمائرهم، مش عندهم ضمير ميت، مانعين عن الزواج. طبعا هنشوف معلمنا بولس الرسول واجه الفكره دي ازاي. وآمرين ان يمتنع عن اطعمه قد خلقها الله لتتناول بالشكر من المؤمنين وعارف الحق، لان كل خليقه الله جيده ولا يرفض شيء اذا اخذ مع الشكر. الله، دايما لما واحد يطلع لنا فكره نرجع للاصول، نرجع للاصول نقيس عليها. ربنا لما خلق الانسان خلقه ذكرا وانثى، خلقه اسره، يبقى ازاي يمنعه عن الزواج؟ ده مش في خطه ربنا. خلق ادم وقال ليس حسنا ان يكون ادم وحده. إذن الزواج ده فكر إلهي، تدبير إلهي، نعمة من الله أن يوجد حواء لآدم وآدم لحواء. اللي بيفكر أي أفكار غريبة عن الكنيسة، الكنيسة بتروح راجعة للأصول، نرجع لكلمة ربنا، نرجع لفكر الله وتدبيره. فاكرين لما جم الفريسيين يناقشوا المسيح في موضوع الطلاق وقالوا له: ايه رايك موسى قال او اذن لنا ان لو واحد عايز يطلق زوجته يديها ورقه بالطلاق، كتاب طلاق، ايه رايك انت؟ قال لهم: اما قراتم؟ تعالوا نرجع للاصول. موسى اذن لكم لاجل قساوه قلوبكم، لكن من البدء لم يكن هكذا. نرجع: أما قرأتم؟ اللي ما بيقراش واللي مش متصل بالجذور وبالأصول وبيشرب من الينابيع الأصيلة يتوه، فكرة تجيبه فكرة توديه، وطيارات متنوعة بتعصف النهاردة بالناس وبأفكارها، لازم نرجع للأصول. قال لهم: من البدء لم يكن هكذا. أما قرأتم أن من البدء خلقهم الله ذكرا وأنثى؟ وقال، ده الفصل على فكرة اللي بتقرأ دايما في الإكليل، وقال: من أجل ذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. إذن، ده تعليق السيد المسيح بقى، إذن ليس بعد اثنين بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. كلموني تاني عن الطلاق ازاي؟ نرجع للأصول. معلمنا بولس الرسول اهو بيقول لهم برضه، يعني ايه مانعين عن الزواج؟ ما ترجعوا للاصول. ربنا خالق، كان ممكن يخلق الانسان في جنس واحد يتوالد ذاتيا، هو قادر على كل شيء، لكن حب يعمل اسره، شركه، اثنين يحتاجوا لبعض، يودوا بعض، يبذلوا نفسهم لبعض، فتنمو البشريه من خلال هذا الحب وهذه الشركة وهذا العطاء، تنمو البشرية، تتدبير إلهي. لكن اللي باصص بس لنواحي الجسد، وهذا البعد، بعد صغير داخل منظومة الأسرة، داخل منظومة الشركة الزوجية، منظومة جميلة وكبيرة وعظيمة وليها أبعاد إنسانية وروحية جميلة، بس للبعد الجسدي وحط عليه علامة حمراء وقال ده حاجة دنيئة ويبقى نوقف الزواج. يعني انت نظرتك قاصرة وضيقة وبتنظر للمادة اللي ربنا خلقها اللي هي الجسد، والجسد جزء من المادة، بتنظر لهذه المادة نظرة دنيئة. ليه؟ انت خاطئ في نظرتك دي. ربنا ما بيخلقش حاجة وحشة، ربنا خالق كل فينا شيء، كل شيء فينا، وقال عليه ان هو حسن جدا. عشان كده لازم نرجع نحط كل فكره بتتعرض علينا في مواجهه كلمه ربنا تنور
وتكشف الخطأ من الصواب. قال إيه مانعين عن الزواج وآمرين أن يمتنع عن أطعمة قد خلقها الله لتتناول بالشكر من المؤمنين وعارف الحق. كل حاجة ربنا خليها خير تتناول بالشكر من أجل قوة الجسد، الأطعمة من أجل قوة الجسد. إيه المانع؟ أي حاجة ربنا خلقها. طيب هنا في بعض أسئلة بقى، في ناس هتقول طيب ليه في العهد القديم كان في أطعمة نجسة وأطعمة طاهرة، أو حيوانات نجسة لا تؤكل وحيوانات طاهرة تؤكل، أو طيور. في العهد القديم كان فيه كثير من الرموز، كلها كانت رموز، يعني مثلا بالنسبة للحيوانات ما كلها خلقت ربنا، لكن الحيوان اللي كان بيكتر يعني كان عنده زي معدة إضافية بيخزن فيها ويرجع ياخد الأكل من المعدة على بقه ويمضغه ويرجعه تاني، الاكترار ده يعني يفضل يمضغ وياكل في الأكل مدة طويلة، دي إشارة للإنسان اللي بيمضغ وياكل ويلهج في كلمة ربنا ليلا ونهارا. فالطهارة تيجي باللهج في كلام ربنا ليلا ونهارا، واللي مش بيلهج في كلام ربنا ليلا ونهارا يبقى هو ده المعرض لوضع النجاسة، يبقى هو ده ما بيتنقاش. ويشق زلفين برضو الشرط الثاني للحيوان الطاهر، من يشق زلفين يعني ياخد كلمة ربنا من العهد القديم والعهد الجديد، ببساطة إن ده رمز. لكن في العهد الجديد لما بقى قدامنا كلمة ربنا وبقى والروح القدس بقى يفهمنا خلاص، ونزلت الملاءة المليانة من دبابات ووحوش الأرض على بطرس الرسول، وكان فكر أن الحكاية لسه يعني زي زمان، قال له لا، قال له ما طهره الله لا تدنسه أنت. كل شيء خلق من الله يتناول بالشكر، وكل شيء طاهر للطاهرين. إذا كان في بعض الرموز في العهد القديم تحققت خلاص في العهد الجديد وما بقاش لها جدوى مرة أخرى. أيضا في ناس هتقول طيب ما الرهبنة امتناع عن الزواج. الرهبنة طريق خاص في الإنسان بيكرس كل طاقاته وبتوليته للمسيح، لكن ليس معنى هذا أنه يحتقر الزواج أبدا، لكن طريق ربنا اختاره له وهو تجاوب مع إرادة ربنا وسعى فيه كطريق للخلاص، كطريق للموت عن العالم، كطريق لتكريس كل الطاقات لحب ربنا وعبادته وخدمته. دي للواحد هكذا وللآخر هكذا زي ما بيقول الإنجيل، ومن يريد أن يقبل فليقبل، ولكن مع الاحترام الكامل لسر الزواج. ولو أي حد يعني بيقلل من قيمة سر الزواج ده يبقى خرج عن العقيدة المسيحية، حتى لو كان صاحب رتبة كبرى في الكنيسة يبقى خرج عن العقيدة المسيحية. وعند الله الإنسان بيتقيم مش بأن هو راهب أو مش راهب خالص. يعني الأمثلة كتيرة، شفنا مثلا في التجلي واللي ظهروا بمجد مع المسيح، يقولك ظهر بمجد موسى وإليا، واحد راهب واحد متزوج. وعلى رأي أحد الآباء اللي كان بيتأمل بيقول كل الرهبان لما ربنا هيكافئهم وهياخدوا المجد هيبقوا في حضن إبراهيم المتزوج. حضن إبراهيم ده هو السماء، صاحب قلب كبير، صاحب إيمان عظيم. فليس معنى إن في اتجاه في الكنيسة لتكريس البتولية لربنا، وده اتجاه عظيم وقوة وبركة وسند للكنيسة، ليس معنى إن في هذا الاتجاه إنه هذا الاتجاه معناه إن إحنا بنحتقر الزواج أو بنخليه درجة تانية أو بنمنع عن الزواج أبدا. وهكذا أيضا في الأطعمة، في ناس يقول لك طب ما هو الأسوان بتاعت الكنيسة، مالها الأسوان؟ ده نوع من الانضباط، وب
وبناكل أكل هادي خفيف نباتي، ده نوع من الانضباط ونوع من تقوية الإرادة ونوع من التعفف ونوع من الاهتمام بالروح على حساب اهتمام الجسد لتقوية الروح. فالأصوام ما هياش احتقار لأطعمة أو اعتبار بعض الأطعمة نجسة. الكلام هنا بيتكلم على ناس مانعين عن الزواج بيعتبروا الزواج نجاسة أو خطيئة، وبيعتبر آمرين أن يمتنع عن أطعمة، يعني بيعتبروا بعض الأطعمة نجاسة مع أن عمر ما في المسيحية كان في أي طعام نجاسة. لدرجة أن تعرفوا في أيام زمان في القرن الرابع في البرية في بعض الأوقات، يعني أخذت حقبة من الزمن، كان في الأعياد يلتزم الراهب كل الرهبان بعد القداس إن هم يأكلوا قليل من اللحم ويشربوا قليل من الخمر. الخمر طبعا مش زي بتاع دلوقتي، يعني عصير عنب، يعني مش زي أسلوب التقطير بتاع دلوقتي، أسلوب كارثي يعني طلع نسبة كحول رهيبة. كان زمان يعني يدوب عصير ممكن يكون فيه تخمير خفيف. فكان إجباري لكي يعني حاطين في قلبهم أنهم ما فيش حاجة نجسة، مع أن هم ما بيشربوش أصلا غير الماء، ما بيأكلوش لحم أبدا، بس يجوا في الأعياد يحطوا على المائدة كوضع مشترك. طبعا النهاردة إحنا بسبب أن الخمور اللي موجودة كلها تقريبا بلا استثناءات معمولة بطريقة التقطير، فإحنا يعني مستغنين عنها تماما، وعندنا العصاير الحديثة ومشروبات الحديثة ما أكثرها، ولا كل الأشياء تحل لي، لكن ليست كل الأشياء تبني. فإحنا موضوع الخمر ده خلاص انتهى، لأنه مضر زي أي مادة بتستخلص من المادة الطبيعية بشكل مضر، زي المخدرات وزي أي نوع من المواد اللي بيستخلص بطريقة صناعية متطورة، ولكنه مادة مضرة فإحنا بنقربش منه. إذن اللي بيمنعه عن أطعمة قد خلقها الله لتتناول بالشكر، ده تعليم مضلل. وبيكلم بيقول إيه؟ لأن كل خليقة الله جيدة ولا يرفض شيء إذا أخذ مع الشكر، مع الاستثناء هنا إن إذا كان هذا الشيء مضر متلف يبقى ده ما بمدش إيدي عليه وما بقربش منه. فاكرين في سفر الأمثال 23 يقول لا تكن بين شريب الخمر بين المتلفين أجسادهم. أي حاجة متلفة دي مش تبعنا، نقربش منها. وبعدين يقول عبارة جميلة تانية، يقول لأنه يقدس كل شيء، يعني لأنه يقدس بكلمة الله والصلاة. دي نقطة جميلة جدا، إن كل حاجة كل كلمة نقولها كل حركة كل حاجة نمد إيدينا عليها كل حاجة هنحطها بقنا تقدس بكلمة الله والصلاة. المادة الإنسان الأفكار الحركات تقدس بكلمة الله والصلاة. تعرفوا القداس الإلهي ما فيه من مادة على المذبح خبز وخمر، من مادة إنسانية موجودة اللي هي الكاهن والشعب والشمس، يقدسوا بكلمة الله والصلاة. شوفوا القراءات الجميلة وبعدين نقف نصلي وارفعوا قلوبكم ونبتدي نصلي. الأسرار بتقدس، الروح القدس بيقدسها، والإنسان كمان بيتقدس عشان يؤهل للتناول وتبقى القدسات للقديسين. بكلمة الله والصلاة كل عمل كل مشروع هعمله كل حركة هتحركها حط قدامي كلمة ربنا وأشبع منها وأصلي وأسلم كل حاجة لربنا. كل شيء يقدس بكلمة الله والصلاة، خلي ده يبقى منهجنا السلوكي دايما، كل شيء يقدس بكلمة الله والصلاة. مسنود على كلمة ربنا وأنا بتحرك، وبصلي وأنا بتحرك،
مسنود على كلمة ربنا، وأنا بفكر وبصلي بقول له رب ارشدني ونور تفكيري، وهكذا كل شيء يقدس بكلمة الله والصلاة. إن فكرت الإخوة بهذا تكون خادما صالحا ليسوع المسيح، متربيا بكلام الإيمان والتعليم الحسن الذي تتبعته. بيقول له عايز تبقى خادم حلو، فكرهم بس رسالة الخادم أيا كان، مش لازم يكون خادم رسمي، كلنا خدام المسيح. رسالة الخادم زرع التعليم الصحيح، نشر الفكر الصحيح والتعليم الحسن. يقول له كده إن فكرت الإخوة بهذا تكون خادما صالحا ليسوع المسيح، متربيا بكلام الإيمان والتعليم الحسن الذي تتبعته. هتلاحظوا هنا إن بيحط فيه دايما روح التواضع، يقول له متربيا بكلام الإيمان. شوف أنت تربيت على إيه ووصل الكلام، بعكس الاتجاه المضلل الآخر، المانعين عن الزواج، الآمرين أن يمتنع عن أطعمه. هنا في كبرياء، واحد بيرتقي فوق ما ينبغي، بيحتقر حاجة وعايز يعلي نفسه فوقها، فكر أنه هو كده يسمو، مع أن ده الكبرياء اللي نهايته السقوط. بيقول له زي ما تربيت بكلام الإيمان، هو ده اللي بيربينا، كلمة ربنا هي اللي بتربينا، بتغذي إيماننا، بتغذي عظامنا، هي اللي بتكون فكرنا وشخصيتنا ورؤيتنا، هي اللي بتشبعنا وبتفرحنا وبتسندنا. كلمة ربنا اللي بنسمعها واللي بنقراها واللي بندرسها واللي بنتعلمها هنا وهنا، كلمة ربنا. قال له يعني زي ما انت كده متربيا بكلام الإيمان والتعليم الحسن. كنيسة أم عمالة تربي ولادها، ليل ونهار تكلمهم وليل ونهار تشرح لهم كلام ربنا الحلو، وكلنا بنتغذى مع بعض، مش بس اللي بيسمع، ده اللي بيسمع واللي بيتكلم واللي بيصلي، كلمة ربنا بتشتغل فيه وبتغذيه. متربيا بكلام الإيمان والتعليم الحسن الذي تتبعته. أما الخرافات الدنسة العجائزية فارفضها، الناس بتوع التخاريف وبتوع الأساطير واللي يعودوا يقولوا كلام من عندهم ملوش أي أساس ولا أصل في كلام ربنا، ده ارميه بره، فارفضها وروض نفسك للتقوى. روض نفسك للتقوى، هنا ده مبدأ جميل جدا، إن الإنسان يفهم إنه مش ممكن هيتغير في يوم وليلة، مش ممكن هيتصلح ولا ينمو في لحظة ولا في قفزة. جماعة بتوع الخمسينيين يعني، تعرفين الروح الخمسينية دي موجودة في مصر يعني، اللي هم بتوع الهياج دول والتشنج في الكلام وفي الحركة والصخب، الخمسينيين الكاريزماتيكس دول عندهم حاجة بيسموها القفزات، يهيك كده في وقت يقول لك بس ده اتملى بالروح القدس، يمكن يقع على الارض ويمكن مش عارف يبرطم بكلام غريب وتغير خالص من يوميها. ولاد ربنا فاهمين كويس ان المنهج الروحي وعمل الروح القدس فيهم هادي ومتدرج، ومحتاج ترويض للنفس، محتاج نمو هادي، بيتغذى بكلمة ربنا وبيقدم توبة وبيطلب المعونة الإلهية وبيتربى على أسرار الكنيسة المقدسة ويشبع منها يوم ورا يوم، فيقوم ينمو. النمو ما عندناش نمو فجائي سرطاني، ما عندناش في الكنيسة الأرثوذكسية، ننمو معا وبالمحبة وبالتواضع وبالتلمذة وباللهج في كلام ربنا وبالدراسة وبالصلاة. ما عندناش قفزات ولا نمو فجائي ولا خلاص في لحظة ولا هياج في لحظة، ما عندناش الكلام ده. منهج الإنجيل واضح، واضح جدا، بيقول له أنت متربي بكلام الإيمان والتعليم الحسن الذي تتبعته، وبعدين يقول له بعدها روض نفسك للتقوى، مرن نفسك. ما الصوم ده تمرين روحي، الصمت والتدريب على التأمل في الإنجيل في هدوء
تمرين روحي. وقفة الصلاة بالمزامير والمطانيات ده تمرين روحي. حضور القداس مبكر والوقوف فيه ده تمرين روحي. الخدمة تمرين روحي. الوقوف في التسبحة تمرين روحي. الإنسان اللي بيدرس وبيه تمرين روحي، بيتغذى بيه وبيفهم بيه وهكذا. احنا محتاجين اللي بيصلي صلاة يسوع، الصلاة الجميلة اللي هي يا رب يسوع المسيح أعني، يا رب يسوع المسيح ارحمني، التمرين روحي. روض نفسك للتقوى. عايز أعلم نفسي، مش كل كلمة تخطر على بالي أنطقها، مش كل موضوع أحشر نفسي فيه، مش كل موضوع أروح معلق عليه، مش كل خطأ أروح أسخر منه وانتقده. عايز التمرين. مش كل ناس جايبين في سيرة حد أدخل في وسطهم، كل ده عايز تمرين. مش كل موقف أشوفه أقول ماليش دعوة، لأن لازم أمد إيدي وأساعد. عايز تمرين إزاي أساعد، مش لازم الناس تطلب وهكذا. روض نفسك للتقوى. في نمو بس تدريجي، ما عندناش النمو الفجائي ده، ما فيش في الإنجيل. الطيار الخمسيني ده مش موجود في الإنجيل، والروح الخمسينية بتاعت الهياج والصخب ما تلاقيهاش أبدا. دي روح غريبة. هو بيقول عليها النهاردة معلمنا بولس الرسول أرواحا مضلة وتعاليم شياطين، نهيج 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 وبعدين نهبط. وعلى إيه؟ روض نفسك للتقوى. النمو يجي كده. وبعدين مدام جاب سيرة الرياضة فبيقول حتة كده جميلة عربية عشان نفهم، يعني لأن الرياضة الجسدية نافعة لقليل، ولكن التقوى نافعة لكل شيء، إذ لها موعد الحياة، الحياة الحاضرة والعتيدة مستقبلة. يعني الرياضة بوجه عام من ناحية الجسدية، من ناحية الجسدية نافعة لقليل، تفيد الصحة، بتحسن كفاءة الإنسان في عمله، بتزود نشاطه برضو. يعني إذا كانت الرياضة كده نافعة لقليل، فالرياضات الروحية اللي فيها المطانيات، اللي فيها الصمت، اللي فيها القراءة، اللي فيها التسبيح والصلاة، اللي فيها صلاة يسوع، دي رياضات روحية عظيمة. والخدمة دي نافعة لكل شيء، الحياة الحاضرة والمستقبل. الودعاء يرثون الأرض ويرثون السماء. المتواضعين ينجحوا في الأرض وينجحوا في السماء. لها موعد الحياة الحاضرة والمستقبلة. يعني هو مش بيقول على الرياضة الجسدية وحشة، لكن بيقول دي كويس نافعة لقليل، ياريت الشاطر اللي يستفيد منها، لكن يتعلم زي ما الرياضة فيها مواظبة وفيها مثابرة وفيها تمارين. عارفين الناس الرياضيين يقول له مثلا التمرين الفلاني يعمله 10 مرات، 10 في 3، 10 في 5، ها، علشان تقوي العضلة الفلانية، علشان تحسن كفاءة الحاجة الفلانية. شوفوا بيتعبوا ويقعدوا يعملوا التمرين ساعة وساعة ونص وساعتين، وفي ناس بتتمرن في رياضات معينة ب6 ساعات في اليوم. إذا كان من أجل بطولات أرضية زمنية زائلة، ناس بتتعب ب6 ساعات في اليوم تعمل تمرين عشان يقول لك ده فلان بطل في الرياضة الفلانية، فما بالنا بالحياة الروحية بقى والحياة الأبدية الأثمن من كل شيء، مستقبلنا، شركة المجد في الملكوت. ما نتعبش علشانها، ما نخصص لهاش ساعة ولا ساعتين في اليوم، ما نعملش تمارين، ما نقعدش نص يوم كده قاعدة هادية مع الإنجيل كل كم يوم، ناخدش خلوة نقعد فيها في هدوء نصلي ونقرأ ونحاسب نفسنا ونواجه عيوبنا ونطلب المعونة عشان ربنا يدينا نعمة ويقوي توبتنا. إزاي الرياضيين اللي يعني بيحتملوا كل ده، وإحنا اللي مدعوين للحياة الحاضرة والمستقبلة؟ الإنسان عايز ياخد السماء كده يعني بكلمة بنوع من الاستهتار، مش عايز يبذل مجهود، مش عايز يتمرن.
لو واحد رياضي ما بيتمرنش تلاقيه ضعيف، مش قادر ينتج في الرياضة بتاعته ولا يفوز ولا يبرز ولا يبقى ناجح في الرياضة بتاعته. احنا عايزين في الحياة الروحية، في التقوى، في مخافة ربنا، في التغذية الروحية باستمرار بنتغذى، باستمرار بنروض نفسنا للتقوى، باستمرار بنتعلم، باستمرار ناخد تدريب للحفظ وللصمت وللهدوء وللخدمة وللصلاة وللصوم، بناخد تدريب وبنروض نفسنا للتقوى، بنروض نفسنا على الاحتمال، بنروض نفسنا على تنفيذ الوصية، بنروض نفسنا. وبعدين يقول ايه؟ صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول. اللي انا بقوله ده، ده كلمة من ربنا صادقة ومستحقة كل قبول، لاننا لهذا نتعب. لهذا هنا يعني لاننا عايشين بهذا المنهج، في ناس كثيرة ضدنا، في متاعب، في مضايقات من عدو الخير، ومع ذلك احنا عارفين ان سكة ربنا فيها صليب. مش بالسهل، الناس مش هتقبل هذا الفكر، في ناس كتيرة هتعارض، والشيطان هيهيج ناس يمين وناس شمال ويعكسونا ويتعبونا، ومع ذلك احنا متمسكين بهذا التعليم الصحيح، لأننا لهذا نتعب ونعير. وارد، وارد لأولاد ربنا أنهم يعيروا، ودايما تعزيهم كلمة المسيح: طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم، افرحوا لأن أجركم عظيم في السماوات. لهذا نتعب ونعير، لأننا قد ألقينا رجاءنا على الله الحي الذي هو مخلص جميع الناس ولا سيما المؤمنين. اوصي بهذا وعلم. هنا المخلص بمعنى الإنقاذ، يعني منقذ كل الناس، وهنا برضو بمعنى الحفظ، الحفظ حافظ كل الناس ولا سيما أولاده المؤمنين. فالإنسان اللي بيلقي رجاءه بالتمام على الله وبتسليم وبثقة وبثبات في الإيمان وفي التعليم الصحيح، واثق أن ربنا هيحفظه غير عاثر إلى النهاية. الجزء اللي جاي جزء مهم وعايز موضوع لوحده. أنا بتهيألي أن احنا لو خدناه دلوقتي بسبب الوقت القصير هنكلفته، لكن هو الحقيقة يعني كلام على القدوة ومجالات القدوة في حياة أولاد ربنا وفي حياة الخدام. كن قدوة للمؤمنين في 6 مجالات جميلة: في الكلام، في التصرف، في المحبة، في الروح، في الإيمان، في الطهارة، وإزاي الراعي يكون بيتغذى وبيغذي، إزاي بيشبع ويشبع. جزء ده جميل ومحتاج إن احنا ناخده في مرة تانية، يكون يعني بأكثر استفاضة علشان نقدر نشبع منه. ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد.